هاد الوصفة البنات بالضبط ضروري خاصكم تجربوها، ضروري ما خاصكم تجربوها، هاد الوصفة رائعة جدا، واخا نشكرها لكم فالشكر قليل في حقها، ضروري ما خاصكم تنوضوا تنوضوا دابا 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 ديروها، دابا نوض اغسلي وجهك وديريها. هاد الوصفة رائعة جدا، ما نقدرش نوصف لك يعني الشعور اللي كتحسي بيه من بعد منين كديري هاد الوصفة هادي، وكتشوفي وجهك يعني واحد النضارة في وجهك رائعة جدا. وإلا داومتي إن شاء الله النتيجة غادي تعجبك، وأنا أكيد غادي تعجبك، وما غاديش يعني ما غاديش تندمي لأنك جربتيها. نتمنى تجربيها وتردي لي في التعاليق وتخلي لي لايك واشتراك إلى عجبتك القناة من طبيعة الحال. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد، كما كتشوفوا في العنوان وفي الصوره، يعني فيديو خاص ببشره ديال الوجه والنضاره ديال الوجه. يعني البارح درنا ماسك يعني ببياض البيض، وداك الصفر نسيت ما قلت لكمش طرفوه، المهم انا طرفته. منين ديروا ديك الوصفه ديال بياض البيض اللي درنا مع البطاطا، طرفوا اصفار البيض فما غاديش يضيع، يعني حتى حاجه معايا ما تقضي. اي حاجه استعملناها استعملوها كامله ان شاء الله باذن الله، حتى حاجه ما غادي تبقى تضيع. المهم اصفار البيض فهو غادي نستعملوه اليوم للبشره، وصفه سهله جدا بمكونين فقط، يعني كاينه في كل دار، رائع البنات. واخا نشكرها والله ما نوفي الشكر ديالي لدوك المنافع يعني الرائع بزاف وكثيره كثيره الصفار البيض، فهو تينعم لينا البشره، تيحيد لينا سواد تحت العينين والانتفاخ اللي تيكون، تيسد لينا المسامات، يعني مزيان البشره الدهنيه. كاينين الناس بزاف غالطين، وشحال من حد في الوصفات تيكونوا تيقولوا يعني اللي عندهم بشره دهنيه ما يستعملوش صفار البيض، فهو بالعكس تماما، اللي عندهم البشره دهنيه فهو مزيان لهم صفار البيض، لانه تيخلص لينا البشره من دوك الزيوت الزائده، وتيسد لينا المسام، تيخلص لينا المسامات، وتيسد لينا المسام، تيخلصها من دوك الرؤوس السوداء، وتينعم البشره، تيرطبها، يعني يحارب الشيخوخه، تيكافح تيحارب لينا الشيخوخه ودوك الخطوط الرقيقه اللي تتكون عليها، وتاخرها. يعني بزاف بزاف راه غادي تعرفوا على المنافع. والعسل خلاص، راه العسل شحال من خطره تنذكروا في الوصفات ديالي، العسل تيعطي اشراقه ونضاره للبشره، يعني وتيخلصها، يعني تيحارب ديك البكتيريا اللي تتكون في الوجه، يعني البكتيريا والجراثيم اللي تيكونوا في الوجه، وتيعطي اشراقه للوجه، وتيرطب وتيبيض. المهم بلا ما نكثر عليكم لحقاش بقى ندوي على المنافع، غادي نمشيو نشوفوا الوصفه ونشوفوا كيفاش غنديروها. سهله جدا، غادي نخلطوا صفار البيض مع العسل وغادي نطبقوه على الوجه ديالنا ونشوفوا شحال غادي نخليوه. المهم وصفات عديده عندي بزاف بصفار البيض، ان شاء الله مع الوقت غادي نبقى نديرها لكم، ولكن خاصني واحد الحاجه، يعني التفاعل ديالكم البنات، ما كتفاعلوش مع الفيديو، لي لايك كاين اللي كيشوف الفيديو حتى لايك ما تيديرهاش، يعني الفيديو ما كيتشافش وما تيحفش باش نعطي اكثر. المهم غادي نمشيو نصايبو الوصفه وغنجيو نطبقوها، يعني نطبقوها بعد خطرات فمي تيعواش. المهم غادي نجيو نطبقوها على الوجه، انا قلت لكم في اي وصفه ديالي غادي نبقى نطبق قدامكم باش تكون مصداقيه. وجهي دابا راني غسلاه، واي ماسك اي وصفه تنأكد عليها الوجه خاصو يتغسل مزيان، باين الوجه خاصو يتغسل مزيان. انا غاسله وجهي، ما دايره لا زيت لا مرطب، ما دايره والو، غاسله ونشفتو وجيت فقط. القماش ما غاديش نديرو لحقاش درتو البارح ديال البطاطا اللي شفتو، يعني رجعوا للفيديو اللي قبل هذا، راه كاين قماش ديال البطاطا او مقشر ديال قشور البطاطا، ماشي قشور البطاطا، يعني البقايا ديال البطاطس. بلا ما نكثر عليكم 3 دقائق غنمشيو نوجدو الوصفه لحقاش كاين اللي غادي يصدعو في راسو. البنات كما شفتوا معايا صفار البيض ها نتوما، راه اللي مهم ما غيبقى عليه والو، غتغطيوه بفيلم اليمونتير ولا هذا ورق، ماشي ورق يعني بلاستيك ديال المطبخ، بلاستيك الغذائي، ما غيبقى عليه والو، ديروه في الثلاجه فهو ما غيبقى عليه والو. يعني المهم البنات بالنسبه للعسل عندي انايا هاد العسل ديال الف زهره وديال النحل، يعني الجوده ديالو زوينه بزاف. نتوما تاخذوا العسل اللي عندكم، الا ما كانش عندكم الحر، الحر عفوا، خذوا العسل ديال الليمون، فهو الثمن ديالو مناسب جدا في المغرب. على المهم الاساسي اللي مهم انه يكون ديال النحل، صافي. المهم غادي ناخذ منه معلقه صغيره وغادي
لكم غادي ناخذوا معلقه صغيره منه، وفي هذه الاثناء غادي نتعرفوا على فوائد ديال صفار البيض والعسل، يعني العسل للبشره ولا الوجه. المهم تعرفوا على منافع صفار البيض هو الاول، عاد باش نتعرفوا على منافع ديال العسل للوجه. يقوم صفار البيض بتنعيم البشره واغلاق وتقليص المسام وعلاج البشره الدهنيه وامتصاص الزيوت الزائده فيها وتجديدها، ازاله حب الشباب والندبات، علاج وإزالة الانتفاخ تحت العينين والسواد، شد المسام مما يساعد على إزالة الرؤوس السوداء، تأخير الشيخوخة المبكرة وإخفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة التي قد تظهر في الوجه، علاج جفاف البشرة وزيادة ترطيبها. ونتعرفوا على منافع ديال العسل. المهم دابا نتعرفوا على فوائد العسل. يعمل العسل على منح البشرة النعومة والنضارة، يعمل على علاج البثور وشوائب الوجه، يقوم على منح البشرة الإشراق والجمال، يساعد في وقاية البشرة ويساعد على التخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة على البشرة، يعمل على تبييض البشرة. المهم كاع هادو منافع ديال العسل، وما تكرش الكل. فهاد الماسك البنات يعني جربوه بعينكم مغمضين، وممكن تعوضوا العسل، يعني اللي ما عندوش العسل يعوضوا بالحليب، ولا يدير صفار البيض مع حليب سائل ولا حليب مجفف يعني اللي عندكم، ولا قطرات كما قلت لكم. ممكن تعوضوا العسل بقطرات من عصير البرتقال، ماشي الليمون الحامض، يعني البرتقال، فهو البرتقال جيد للوجه، لبشرة الوجه ولا الجسم كامل، لان ما تستعملوش الليمون يعني الحامض، فالحامض رخيب للوجه البنات. بالنسبه للبنات اللي تينوضوا يجربوا اي وصفه يعني كما كانت، فالحامض رخيب للوجه، ويعني بالتجربه راه كانت عندي تجربه سيئه معاه، ومن بعد منين قريت عليه عرفت بلي راه خايب. المهم البنات انا رجعت لكم، يعني غنطبقوا الماسك على الوجه. ضروري تكونوا غاسلين الوجه مزيان بالصابون، يعني ولا ديروا قماش قبل ما كنتوش دايرين. انا كنت دايره قماش او مخشر البارح، فانا ما محتاجاش القماش، يعني بلاتي واحد اليومين. المهم غنطبقوا الماسك على الوجه وغادي ندير. المهم انا حيت الزيف باش ما يتوسخش ليا، درت العكافه. غادي نبداو بسم الله. حتى تحت العينين ديرو لحقاش مزيان الهالات، مزيان الانتفاخ والسواد اللي تيكون تحت العينين. وضروري غنديرو طبقه سميكه. المهم انا دابا باديه بطبقه يعني تتكون رقيقه، شويه شويه غادي نعاود على الوجه نديرو طبقه سميكه. في ريحه البيض ندير عاد هنا، لاقاش انا اي صفار باقي غادي نعاود. المهم هذا غير ندير معكم باش نوريكم انني كندير لي ماسك قدامكم، زعما تنطبق قدامكم، راه حتى حاجه ما غاديش تضركم ان شاء الله باذن الله في هذا الماسك هذا. بالنسبه للسفوريه ما تتبقاش مع العسل، فالناس اللي غايقول لك يعني ريحه السفوريه فما مع العسل، ما تتبقاش ريحه السفوريه. ممكن ديروا حتى قطرات من خل التفاح فهو تيقضي على السفوريه. وبالنسبه للعنق ضروري اي وصفه درتوها للوجه تنأكد على هذه المساله، ديروا العنق ديالكم، لحقاش العنق راه جزء من الوجه ديالنا، يعني ملي تتشوفوا كاينه كتشوفها وجهها ابيض والعنق في اللون يعني لون مختلف على الوجه، تيكون بدرجه مفتوحه على الوجه، يعني العنق عفوا تيكون العنق تيكون وجه مفتوح على العنق، فضروري اي وصفه ديروا العنق ديالكم باش يكون لون واحد. انا ان شاء الله باقي عندي نعاود الوصفه، نعم، وغندير حتى العنق ديالي من بعد.
دابا خصني ضروري باش نكمل الفيديو. وقت الماسك غادي نخليه ينشف، نمشي نغسل يدي ونتلاقاو من بعد ما ينشف. نتوما غادي تخليه من 20 دقيقه حتى ل 25. المهم انا ما غاديش نخليه من طبيعه الحال، غادي نبغي نسالي الفيديو، فغادي نخليه تنحسبيه تينشف شي شويه، وغادي نجي نحيدو قدامكم ونوريكم الطريقه باش غادي نحيدو. يعني ما غاديش نغسلوه باش ما نربجوش، ضروري نمسحوه عاد باش نغسلوه. صافي يعني نتلاقاو من بعد. المهم البنات رجعت لكم من بعد ما نشف ليا الماسك، هو نشف ولكن ما نشفش بزاف ثاني. فغادي نجيبو ورق المطبخ، او نتوما تجيبو شي فوطه من احسن ورق المطبخ، لاقاش غادي تمسحو غادي ترميو، يعني ما غاديش تحتاجو تصبنو. المهم انا كنهضرش بزاف، لاقاش راكم كتعرفو الماسك منين تيلبس يعني تولي عندك صعوبه في الهضره، ومن الاحسن ما تبدوش باش ما ديرش شي تعب اللي غادي يبقى الماسك. صافي غادي نمسحو بهاد الطريقه، ما غاديش ديك ما غاديش تجلخ لينا الماسك كما تنقولو. يعني مشا نوصلو غادي نلقاو صعوبه في الغسيل ديالو. ها نتوما احنا غادي نمسحو مزيان عاد نغسلو. المهم تسرد الكاطابو بشويه الماء وتمسح. هانتوما صافي دابا نزرقو هادي شويه تاهو ونمسحو الجمعة. صافي غادي نمشي نغسلو نتلاقاو من بعد. المهم البنات من بعد ما مشيت غسلت وجهي، دابا خديت خل التفاح ودرت معاه الماء، يعني عمرت الماء تقريبا حتى لحد هنا، وداك الشيء الباقي درت فيه خل التفاح، فهو رائع جدا. شي نهار ندير عليه حلقه، يعني فيديو خاص. خل التفاح مزيان بزاف البشرة، مزيان انه تيسد لينا المسام، تينقي لينا البشره ديالنا. ها نتوما خل التفاح رائع البنات، رائع جدا للوجه. صافي غادي نمسحو وجهنا، ممكن ترشو وتخليوه. صافي وغادي نرطبو البشره، ضروري من ترطيب البشره، ما تبقوش تخليو بشرتكم بلا ترطيب، ضروري من ترطيب البشره. واي حاجه كانت عندكم يعني كريمه اللي عندكم ولا زيت من الزيوت اللي عندكم ولا اللي كتفضلوا، ضروري من ترطيب البشره. المهم نرطب انا بزبده الكاريتي كتعجبني بزاف، وتبنتي كدير معايا تشوفني هاك تشوفني هزيت تبغي دير معايا. صافي غادي نديرها بين يدي لقاش تكون دايره جامده. ممكن ديروا مساج للوجه، انا كنفضل يعني هادشي ديال لي ماسك، وكنفضل المساج يكون بالليل. المساج ديروا على يديكم بحال هكا، يعني هكا الحنا كديروه هكا يعني واش بغيتكم تبقاو ديروها بحال هكا بدوك التجاعيد باش دوك التجاعيد تحيدو، ولا ممكن ديروا مساج ديال معلقه جوج معالق تشدوهم وتبقاو ديروا بهم مساج. شي نهار نشاركو معكم، يعني كون كنت تنلقى يعني تفاعل نقدر ندير معكم فيديو كل نهار، ولا يعني نبدا نشرح فيه كل فيديو ندير فيه حاجه. صافي المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش باللايك، واللي اول مره تيشوف القناه ما ينساش يدير ليا اشتراك ويفعل الجرس باش يبقى يوصلو كل جديد. والسلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.